مساء الخير شباب، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. طبعا اليوم راح تكون محاضرتنا عن pulmonary hypertension اللي حتكون مشابهة بهواية أمور، مثل يعني ما أخذنا بالsystemic hypertension. هناك كان hypertension مال منو؟ مال arteries. هنا مال منو؟ مال يعني systemic circulation. هنا راح نأخذ hypertension مال البالمناري اللي هي اللونج. هنا أنا شنو الفكرة من عندها؟ التعريف البسيط عليه إنه أكو في الديزيز إيش دي يسوي إنه دي يدمر لنا الإندوثيليوم، فدي يؤدينا إلى ديكريز بالدايميتر، ودي يؤدينا إلى زيادة بالضغط مال اللونج. أوكي زين. فإذا نأخذ أوفرفيو عن الموضوع قبل لا نطب ونحكي بتفاصيله، كتعريف بالمناري هايبرتنشن عبارة عن شنو؟ كونتينوس هاي بلود بريشر in the pulmonary artery، يعني ضغط عالي موجود وين؟ بال pulmonary artery اللي هو مال منو؟ مال اللانج. هذا ال hypertension ممكن هو categorized لأن هو إلى different causes، فحسب الكوز مالته راح يقولون مثلا pulmonary hypertension نتيجة هذا السبب أو هذا السبب أو هذا السبب. راح ناخذ أشياء اللي هن يسموها ال pulmonary wedge pressure، زين المين pulmonary artery pressure، زين المين pulmonary wedge pressure، أو في شيء يسموه trans pulmonary gradient pressure اللي هو هاي كلها راح ناخذها راح نفهمها. أي شخص أنت إذا تريد تقول إنه هذا عنده high pulmonary hypertension لازم يكون الضغط مال اللانج مال تزيد 25 أكثر من 25 ملي ميركوري، زين during rest أو أكثر من 30 during the exercise. هتقولوا لي ليش هذا الرقم؟ أقولكم لين أصلاً اللفت الرايت فنتريكل إيش قد إنه يسوي جنريشن للبرجر من صفر إلى حد 25 ملي ميركوري. فإذا كان فوق ال 25 during rest معناته إنه أنت عندك pulmonary during rest، طبعاً 30 during exercise معناته إنه عندك pulmonary hypertension. The definitive diagnosis والgold standard إله باستعمال الرايت هارت كاتيترايزيشن. أوكي وممكن إنه هو يعني يكون missed لأن يحتاج فترة طويلة يلا البيشنت يجي presented signs and symptoms. المين sign and symptom اللي هو unexplained shortness of breath، يعني يجيك البيشنت عنده ديسنيا shortness of breath ما دي يعرفون شنو الكوز، يدورون على الكارديو كوزز على المدري شنو، يفصلون البيشنت كل يوم يلقون يروحون يشوفون باللانج يشوفون انه هو عنده pulmonary hypertension، وكل ما يزيد الهايبرتنشن راح يزيد عندك شنو؟ يزيد عندك signs and symptoms and severity مالتها. فهذا بالنسبة كoverview شنو السبب أو شنو الباثوفيزيولوجي اللي يؤدينا إلى pulmonary hypertension. هنا المشكلة تكون بالvessels نفسها. راح تقول لي شلون؟ أقول لك أكو في الديزيز معين إيش دي يسوي لك؟ دي يدمر لك الاندوثيليوم. قلنا الاندوثيليوم هذا مو فقط هو lining الانتمة اللي هو only part of it، هو إلى function يعني يطرح النيتريك أوكسيد الإندوثيلين وما أدري شنو يوازن لنا ما بين منو ومنو الفازو كونستريكتارز والفازو دايليترز إضافة إلى other functions هو يسويها. فأنت من تيجي تدمر هنا الإندوثيليا مش راح تسوي، راح تسوي imbalance between الفازو كونستريكتارز والفازو دايليترز، فالفازو دايليترز يقل والفازو كونستريكتارز راح تسيب يؤدي لك هذا إلى شنو؟ إلى فازو كونستريكشن بالبولمونري vessels، يؤدي لك الى شنو؟ هاي بريشر. هذا الهاي بريشر بالبدايه ما راح يعطيك اي سانز سيمتومز والامور كلها تمشي طبيعيه، راح تصير في امور معينه هسه راح نسولف عنها، بس بمرور الوقت يبدي الارتري شي يصير بي ثيكنينج بالميديا، يزيد اللايرز مال منو او مال السموث ماسلز، يبدي يصير عندك ديستورشن ودامج بالفيزلز نفسها، ويزيد عندك هذا الفازو كونستركشن، ويزيد عندك البلد بريشر. يعني بين قوسين يصير عندك شنو؟ يصير عندك vascular remodeling. هذا vascular remodeling نفس الفكرة اللي قلنا ايش راح يسوي لك؟ قلنا اذا صار عندنا hypertension بالleft side حيعطيك hypertrophy pressure overload. هنا نفس الفكرة pulmonary hypertension يعطيك شنو؟ pressure overload، راح يعطيك hypertrophy مال منو؟ مال right ventricle، واللي اذا عفت هيك يؤدي لك الى heart failure و death. فهذا بالنسبة كpathophysiology. ليش البيشنت بالبدايه ما تبين عليه سانز سيمتومز؟ حسب هذا الجدول اللي قبالك عندنا سيمتوماتيك بري سيمتوماتيك طبعا، وعندنا سيمتوماتيك وعندنا ديكلايننج. خلينا نيجي على البري سيمتوماتيك بيشنت، تو بدا يصير عنده شنو؟ انكريز بالفاسكولار ريزيستنس،
اللي هي بي في ار، نتيجة شنو؟ نتيجة فتكوز معين. أبسط شيء، أبسط شيء، عنده مثلاً إنفكشن، عنده سي أو بي دي، هو يدخن وصار طبعاً هاي السوالف عنده، فيصير دامج لمن؟ للإندوثيليوم. زادت الفازو كونستريكتر، قلت الفازو دايليتر، صار فازو كونستريكشن، زيدت أنت شنو؟ البيريفرال فاسكولار ريزيستنس مثل ما سولفنا فوق. زين هذا الشيء ايش راح يسوي؟ قلنا راح يزيد لك البلد بريشر. زين البولمونري ارتيريال بريشر راح يزيد بسبب هذا الفازو كونستريكشن. زين هنا المفروض الدم يندفع لك من الرايت سايد باتجاه اللانج، عم بيصير بي اوكسجينيشن ويروح لك للليفت سايد وضخه للجسم. فايش راح يسوي؟ يقوم الرايت سايد مال هارت يبدي يصير بي شويه شويه هايبرتروفي، يزيد لك الكونتراكشن والقوه مالتها على مود شنو؟ على مود يقوي من نفسه ويحاول يوصل نفس كمية البلد اللي كان يوصلها قبل، من كان من ما كان اكو هايبرتنشن، من ما كان اكو ضغط عالي، اوكي؟ فيحاول يوصل نفس كمية البلد اللي كان يوصلها، فيكون عندك الكاردياك اوتبوت نورمال يكون، ما متأثر، بس البريشر دي يزيد بمرور الوقت والبريفرال فازو ريزيستنس تزيد وتكمل. نجي نكمل. فقلنا البريسيمتوماتيك ده يزيد عدة يعني البولمونري فاسكولار ريزيستنس وده يزيد عدة البرجر، بس الكاردياك اوتبوت مينتين دو تو كومبنسيتوري هايبرتروفي دو تو ذا برجر اوفرلود اللي ده يصير، فحيحافظ لك على نفس الاموس مال البلد اللي كان ده يدفعها الرايت سايد من كان الضغط نورمالايزد. بس هذا شنو ده صاحبه؟ ديكريز بشنو؟ بالنيتريك اوكسايد اللي هو فازو دايليترز. شو قد يبدي البيشنت يصير سيمتوماتيك؟ من يوصل الدامج والفاسكولار ريمودلينج اللي دي يصير عندك بالفيزلز الى درجه معينه بحيث البريشر وصل الى مرحله كلش كبيره، انه الرايت سايد مالتك مال هارت يعني ما دي يقدر انه يقاوم ويسوي كومبنسيشن ويدفع البلاد، فيبدي هذا الشيء يصير عندك شويه شويه يبدي يقل عندك الكاردياك اوتبوت. فهذا ايش راح يسوي لك؟ يقلل لك البريشر، بس الفاسكولار ريزيستنس يزيد. راح تقول لي شلون؟ يعني اذا الفاسكولار ريزيستنس يزيد المفروض البريشر بيزيد. اقول لك صحيح، هذا بحاله شنو؟ انه اكو كاردياك اوتبوت مينتيند. زين اذا هو اصلا ماكو كاردياك اوتبوت من الرايت سايد وده يقل شويه شويه، ماكو اصلا دم دي يندفع، شلون تريد تحافظ على نورمال بالمونري او زياده قصدي بالبالمونري ارتري بريشر؟ زين فالفاسكولار ريزيستنس صح تستمر بالزياده، بس بسبب نقصان اللي بدي بالكاردياك اوتبوت انه بدا ما يتحمل بعد هذا الشيء اللي ده يصير نقصان بالكاردياك اوتبوت، تبدي البولمونري ارتري بريشر يقل، وهذا ايضا مستمر عندك النيتريك اوكسايد يقل. بينما البيشنت من يوصل بالديكلايننج يعني قرب من منه من الرايت هارت فيلير، هنا الرايت سايد يعني بدا يتعب، ما هو كمية بلد كافية توصل له، بدأ يصير بي اسكيميا، ما دي يصير كونتراكشن بشكل صحيح، دي يقل عندك الكارديك اوتبوت، دي يقل عندك البولمونري ارتري بريشر، بس الفاسكولار ريزيستنس مستمرة بالزيادة بسبب الدمج اللي دي يصير. اند يعني بالنهاية البيشنت راح ينتهي بشنو؟ ينتهي لك برايت هارت فيلير. اوكي؟ فكل انا الحكي اللي حكيته انا كاتب لكم اياه هنا لي جوه. زين هذا نفس الفكرة كانت تصير عندنا وين سالفنا عليها اللي هي واحدة من الكوسز، قلنا من يصير عندنا رايت سايد هارت فيلير وبيلد اب مال الفلويد، يصير عندك بالمونري اديما، يصير عندك فازو كونستريكشن، اذا استمر الفترة طويلة يسوي لك بالمونري هايبرتنشن ويعطي لك شنو الرايت سايد هارت فيلير. عرفتوا هسه ليش دي يصير عندك بالمونري هايبرتنشن والميكانيزم مالته؟ هي هذه. هنا انا خلي لكم يعني الميدييترز اللي مسؤوله عن الفازو كونستريكشن والمسؤوله عن الفازو دايليتر يعني الفازو دايليشن، ما طلوب انه تقروها لا، يعني مجرد الاطلاع بس باو عليها. عرفنا انه اكو مشكله نقصان بالفازو دايليتر وزياده بالفازو كونستريكترز، بس هذه الفكره من عندها مثلا انتبهوا انه احنا عندنا مثلا اندوثيلين نيتريك اوكسايد مثلا بروستاجلاندين E5 بروستاجلاندين E3 ما ادري منو دول كليتهم البروستاسايكلين، دول كليتهم ناس اكو منهم دايليترز وناس اكو منهم كونستريكتر. زين كليتهم دول راح نشتغل عليهم بادويتنا من نجي للتريتمنت مالته.
فاحنا ايش قلنا هو البلمونري هايبرتنشن يتقسم الى كاتيجوريز اللي هن خمسه. اوكي خلينا نقسمهم. اول وحده ايديوباثيك، زين، اللي يتخلى باول واحد اللي هو يكون سببه شنو؟ ايديوباثيك بلمونري هايبرتنشن. طبعا هي بها هوايه كاتيجوريز، سب كاتيجوريز من عندها، بس مو مهم انه كلش تعرفوا، بس عرفوا انه هنا يكون البيشنت عند ايديوباثيك بلمونري هايبرتنشن. الجروب الثاني اللي هسه سولفنا عليهم اللي عندهم ليفت سايد هارت فيلير والديفرنت كوزز مالته، سواء كان كونجنتال فاسكولار ديزيز دايستوليك اور سيستوليك ديس فانكشن. اوكي فالجروب الاول ايديوباثيك، الثاني بسبب الهارت، الثالث بسبب اللنج نفسها، مثل ما اعطيتكم مثال انه سيجريت سموكينج عند سي او بي دي وانترستيشال لنج ديزيز، لان راح تفتهمون اكثر من حش حسون راح تقرون الريسبيراتوري سيستم. بينما الرابع اللي هم يكونون جماعه الامبوليزم كرونيك ثرومبو امبوليك زين بالمنري هايبرتنشن. هنا ايش يصير عندك؟ اكو وحده من السيجمنتس تنسد، اوكي، ومدى يوصلها دم كافي، فيبدي شويه شويه الدم مو كله دا يروح، بيصير ممكن يصير عندك بالمنر اديما، يصير عندك فازو كونستريكشن على مود شنو؟ ستيك بالمنر هايبرتنشن. والخامس اللي هو الميسلينيس. فاول جروب ايديوباثيك، الثاني هارت، الثالث لنج، الرابع كرونيك ثرومبو امبوليزم، والخامس اللي هو ميسلينيس، يعني ملتيبل فاكتور. فاذا هذا كان ايتيولوجيكال، كلينيكال ديفينيشن مال بالمنري هايبرتنشن شلون راح يكون؟ اول شغله انت احنا ايش قلنا يكون البالمنري بريشر ايش قد؟ اكثر من 25 ديورينج الريست او 30 ديورينج الاكسرسايز. تقول هذا الشخص عنده بالمنري هايبرتنشن. بس الفكره شنو؟ انه انت من الرايت سايد طالع عندك البالمنري ارتري، ومن ثم اكو كابيلاريز، وراها ترجع لك البالمنري فينز اللي يروح لك من الليفت اتريوم. ومو قلنا مثلا اكو كوزز من الليفت اللي تيجي من الليفت سايد مال هارت، واكو كوزز باللنج، واكو كوزز مثلا يكون ثرومبو امبوليزم. فراح يحتاجون ان هم يسوون فرذر سب كاتيجورايز لهذا الشيء. هل هذا البولمونري هايبرتنشن بري كابيلاري لو بوست كابيلاري؟ معناه شنو؟ معناه هل هو صاير عندك يعني من جهه الرايت سايد زين او من جهه الليفت سايد زين؟ هذا يفيدك انه عم تعرف الكوز مالتك وين. فشو راح تعرف؟ قلنا تسوي رايت هارت كاثرايزيشن. خل اشوفكم الصوره مالته اللي هي هاي. يجون على الرايت سايد مال على البلمونري ارتري، يدخلون كاثيتر ويقيسون الضغط اللي يكون هناك، زين؟ هاي الصوره الها، يطبون بكاثيتر ويقيسون، زين؟ هذا الشيء بشنو راح يفيدك؟ يقول لك هل تشوف انت هو عنده بلمونري هايبرتنشن وكان 25 او اكثر دورينج الريست. تشوف رايت هارت كاثيرايزيشن يطلع لك البلمونري ويج كابيلاري بريشر. زين هذا اذا كان 15 او اقل معناته بري كابيلاري. إذا كان أكثر من 15 معناته بوست كابيلاري. زين إذا هو بري كابيلاري معناته شنو؟ معناته يا أما أنت عندك ثرومباي جاية منين؟ من الفينز للرايت سايد وضارب وطابت لك للنج، أوكي؟ يا أما أنه أنت يكون إيديوباثيك، أوكي؟ شلون حتفرق بيناتهم؟ تفرق بيناتهم تستعمل البرفيوجن سكان اللي هو راح نشوف شلون ندقنز عنهم. إذا شفت أنه أنت عندك مشكلة بالبيرفيوجنز باماكن معينه مثلا واحد سيجمنت او اكثر، تفكر انه هذا امبوليزم اكو هنا. بينما اذا ما كان عنده امبوليزم زين وماكو اي ديفكت بالبيرفيوجن وما ادري شنو، فهذا معناه ايديوباثيك. اوكي فهذا اذا كان بري كابيلاري. زين اذا بوست كابيلاري شو تسوي انت؟ تقيس طبعا هاي اكيد شيء يعني حيكون الليفت سايد، راح تسوي في شيء يسموه الترانس بولمونري جريدينت اللي هو شنو؟ الفرق مال البريشر مال منو ما بين اللنج نفسه وما بين منو الليفت اتريوم. زين انت شلون حتقيس البريشر مال الليفت اتريوم؟ راح تقيسه باستخدام منو البولمونري ويج كابيلاري بريشر. راح تقول لي شلون؟ هذا يعتبر اندايركت اسسمنت المن للبريشر اللي موجود وين؟ بالليفت سايد. فتشوف انت ايش قد عندك البولمونري شو يسمونه بالمنري هايبرتنشن، مثلا كان 25 وكان انه انت عندك اكثر من 15 مثلا 16 17 هيك، ونقص بيناتهم وتشوف يطلع لك منه الترانس بالمنري جريدينت.
إذا كان 12 أو أقل هذا يسموه passive، وإذا كان أكثر من 12 يسموه reactive. شنو passive شنو reactive؟ اللي قدام راح نعرف، دول يسوون لهم فالتست معين هسه اللي قدام راح نعرفهم. فهذا كتقسيم انه انت شوف ايش قد هايبرتنشن عنده، بعدين الكاتيرايزيشن نشوف بري كابيلاري ولا باست كابيلاري، بري كابيلاري تشوف بيرفيوجن هل اكو ثرومبايلوما كله هو ايديوباثيك، باست كابيلاري تشوف اللي هو جاي من مثلا ليفت سايد هذه الامور. بالمنر رواج كابيلاري بريشر افتهمنا يعتبر استيميت الليفت اتريال بريشر النورمال مال تجيد من 8 الى 12، اوكي من 8 الى 12 هذا نورمال بالمنر كابيلاري ويج بريشر. الجولد ستاندرد للدياجنوسيس نستعمل منه الرايت هارت كاثرايزيشن، بس ممكن انه احنا نستعمل الايكو ونسوي اندايركت اسسمنت. شلون؟ هسه اللي قدام راح نعرف، وعرفنا شنو هو الترانس بالمنري جريدينت ذن ديفيشنز كل اللي حكيته. خليني هنا اخلي لكم صوره انه اذا الكوس كان بري كابيلاري شلون راح يرتفع الضغط، إذا كان بوست كابيلاري وممكن يكون بري كابيلاري بوست كابيلاري سوية، شلون إذا هو أصلاً كان بوست كابيلاري بسبب الليفت سايد هارت، وهي أدي لك إلى فازو كونستركشن وأديما أديما بعدين فازو كونستركشن بعدين شنو بالمنر هايبرتنشن، وهكذا راح يضرب لك الرايت سايد مال هارت. فهذا اللي خلوهن ببالكم. أوكي هنا طبعاً في شيء إبيديميولوجي وما يحتاج إنه تركزون عليه هالقد، بس دي يقول لك انه اذا مثلا بالمونري ايديوباثيك واحده ايش قد السرفايفل مالتس قد ما ادري شنو، كلها ارقام وبارقام ومستحيل حتفضون، فاذا تغلسون عليها عادي. يعني الكلينيكال برزنتيشن انت هسه راح تقول لي هي شنو هي. اول شغله قلنا المين برزنتيشن ان اكسبلين شورتنس اوف بريث. ليش شورتنس اوف بريث؟ لان ماكو دم كافي دي يوصل وماكو اوكسجينيشن دي يصير، فيكون عنده شورتنس اوف بريث. داروا على اسباب مالته ما لقوا اي سبب، راحوا للانك شافوا عنده بالمنري هايبرتنشن. زين، فهذا الشيء ممكن انه دورينج الريست الشورتنس اوف بريث، ممكن دورينج اكزرشن. بعدين هذا الشيء ايش راح يسوي لك؟ يعطيك سانس سيمتومز مال رايت سايد هارت فيلير اللي هي الاليفيتد جي في بي، باراسترنال هيف معناته شنو؟ الكونتراكشن مال الرايت سايد صار بي بريشر اوفرلود وهايبرتروفي. زين، يكون عندك اكتشينويشن يعني زياده بالحده مال منو؟ مال بالمونري كومبوننت بسبب الضغط العالي، فمن ينسد راح يعطيك صوت اعلى وينطق فورث هارت ساوند اللي عرفنا هي كاركترستيك مال منو؟ مال الفنتريكولار بريشر اوفرلود هايبرتروفي. فتشوفون كل ساينز وسيمبتومز معيوده. زين، ليش يصير عنده سينكوبي؟ اوكي، لان ماكو كاردييك اوتبوت كافي. ليش ابدومينال ديستنشن اللور؟ سينميتي اديما بسبب الفين كونجستن نتيجه الرايت سايد هارت فيلير. ليش بالبيتيشن؟ لان ممكن انه يسوي لك اتريال فيبريليشن. نفس الامور اللي كلنا احنا نعرفها، بس هنا الكوز اختلف والسايت مالته مختلفه اللي هي وين؟ اللي هي باللنج. بس اهم شيء تخلون ببالكم المين سيمتوم له هو الان اكسبلايند شورتنس اوف بريث. هنا ايضا همين يحكون على انه اذا هو كان يعني ايش قد يبدي، ايش وقت يبدي الديزيز، ايش وقت يقدر يسوي له دايجنوزز، قلنا هو يصير بي ديلي. اذا كان ايديوباثيك من سنتين وثمان اشهر الى ثلاث سنين وخمس اشهر، اذا كان ثرومبو امبولزم سنه الى سنه ونص، يعني هكذا. يعني فد معلومات حفظوها، يعني ما لها اي ذيك الاهميه. هنا الحكي مهم انه انت شلون تسوي له دايجنوزز وتوصل للكوز نفسه. اول شغله انت يجيك البيشنت عن طريق السايز والسيمتومز والهيستوري مالته، زين، وسويت اكسكلوجن للبقيه، شفت انه هو عنده ان اكسبلين شورتنس اوف بريث، ادمة، اليفيتد جي في بي، مدري شنو، تفكر انه هو عنده هارت فيلير. من تباوع على الهارت يجوز تلقاه بالبدايه نورمال، يعني هو بعده ما متاثر، وتلقى فقط بهايبرتروفي، فتفكر انه هو اكو فد كوز اللي دي يسوي هايبرتروفي اللي هو شنو؟ تخلي ببالك البالمنري هايبرتنشن. فتبدي شو تسوي له؟ تسوي له اي سي جي، تشست راديوغراف، بالمنري فانكشن تيست، بلاد جازز، ترانسثوراسيك ايكو، الهاي ريزوليوشن سي تي سكان. ليش؟ بما انه انت خليت ببالك بالمنري هايبرتنشن، فتبدي تسوي اكسكلوجن للكوزز.
فباستعمال ذني، ذني ممكن يقولوا لك انه ممكن يكوز يكون الكوز بسبب اللونج نفسه سي او بي دي او هيتشي بسبب البلاد جازز والبلمونري فانكشن تيست اللي تسويها، او باستعمال الاي سي جي والتشست راديوجرافي تشوف انه هو كارديو كوز. فهنا انت راسا يجوز توصل للحل. زين اذا ما لقيت ذني كانت كلها نورمال، تسوي في شيء يسموه في كيو سكان اللي هو فنتيليشن على بيرفيوجن. الكيو معناته بيرفيوجن، هذا شنو هو؟ هذا طبعا في شيء بالريسبيراتوري. هو هنا اول شيء خلينا نحكي النورمال فيزيولوجي بعدين نفتهم ايش دا يصير. النورمال فيزيولوجي انه احنا عندنا لانج، اوكي، انه عندنا احنا لانج هنا تنقسم ثلاث اقسام، الابر والميدل واللور. زين هاي شنو الفرق بيناتهم؟ ليش دا يتاثر عليك الارتري؟ من حيجي من هاي الجهه شيء يصير بيه؟ يتفرع يصعد لي فوق ويعطيك للميدل ويعطيك لللور. اوكي احنا ايش بنقيس؟ بنقيس الفنتيليشن والبيرفيوجن. منو اكثر مكان يصير بي فنتيليشن؟ اللي هو الابيكس، هاي معروفه عندنا. الابيكس اكثر مكان يوصل للاكسجين، بعدين الميدل، بعدين اللور. زين البيرفيوجن منو اللي يوصل له احسن شيء؟ العكس اللي هو اللور. ليش؟ نتيجه الجرافيتي. اوكي فالبلاد يجي اكثر شيء حصله اللور، بعدين الميدل، بعدين منو؟ الابر. هذا الشيء راح ينطيك في كيو سكان لكل وحده منهم مختلفه. يعني بالنسبه للابار قلنا الفنتيليشن عالي زين بس البيرفيوجن قليل، فتكون النسبه حسب ما اتذكر 3. اوكي هسه يعني توصلون للنسب الحقيقيه وين او يجوز انا غلطان بهن بالمنتقرون الريسبيراتوري. زين اذا الميدل اكو بد مساواه ما بين الفنتيليشن والبيرفيوجن اللي هو تطلع تقريبا 0.8، بينما اللور بفنتيليشن اقل من منه من البيرفيوجن، كله بسط على مقام يعني رياضيات، يطلع 0.6. فانت على هذا الرقم والاساسيات اللي عندك راح تسوي له الفي كيو سكان وتشوف يا مكان عندك خلل بالرقم. زين على اساسه انت راح تحدد هل هو عنده امبلاي لو لا. زين الامبلاي هنا ايش تسوي لك؟ تسد لك الارتري، فايش تسوي؟ تمنع لك البلد من انه يوصل. فاذا منعته باللور سيجمنت ايش راح يصير عندك؟ فنتيليشن اكو بس بيرفيوجن ماكو. زين بالميدل نفس الحاله، فنتيليشن اكو بيرفيوجن ماكو، بالابر فنتيليشن اكو بيرفيوجن ماكو. فايش راح ينطيك؟ راح ينطيك ايرور بالرقم لان المقام راح يكون صفر، فراح ينطيك ايرور. اوكي فعن طريق هذا الشيء عرفون هل هذا الشخص عنده امبلاي بهذا المكان لو لا. اوكي استعملون الفي فنتيليشن بيرفيوجن سكان. لقوا باعي شيء يقول لك unmatched perfusion زين defects or reduced perfusion in half or more than segment، وافتهمنا ايش ده يصير. زين اذا ما لقيت تروح تسوي له right heart catheterization وتشوف انه هو عنده ضغط عالي وتحدد هل هو pre capillary post capillary ما ادري شنو، وتحدد انه هو عنده شنو pulmonary artery hypertension. اوكي في history بعدين يسوي investigations to exclude the lung or the heart. إذا كانت هنا فتروح ويان، ما كانن سوي ventilation perfusion scan عم بيشوفها هل هو idiopathic، لو تشوفه أكو embolي، طلع positive embolي، ما طلع positive يسوي right heart catheterization وسوي diagnosis المن لل idiopathic hypertension pulmonary hypertension. فهذا السيكونس مهم حفظوه. إحنا إيش قلنا اللي فوق؟ قلنا right heart catheterization نستعمل عند يسوي diagnosis المن gold standard على مود للاسسمنت مال البلمونري هايبرتنشن. قلنا الايكو نستعمل بالاندايركت اسسمنت، شلون؟ يجيبون الايكو ويخلوه على الرايت يعني فنتريكل والترايكاس والبلمونري فالف والرايت اتريوم، ويشوفون كميه البلاد اللي تعبر من الرايت فنتريكل المن الى منو البلمونري ارتري، ويشوفون كميته اللي ترجع وهل اكو ديستنشن لو لا وين بالرايت اتريوم، يشوفون الهايبرتروفي والرايت فنتريكل. زين يشوفون الثيكنس اللي يزيد بالرايت فنتريكل، هل اكو تراكسبت ريجورجيتيشن لو لا. زين ذني كل انسان تلقاهن، بس اهم شيء انهم يشوفون البلد اللي يرجع او اللي يروح باتجاه البلمونري ارتري. عن طريق هذا يدخلون فد معادله ويسوون اندايركت اسسمنت للبريشر اللي موجود وين؟ بالليفت فنتريكل. زين يشوفون كميه البلد اللي تروح او اللي تعبر يصير بها ريجورجيتيشن، يدخلوها بمعادله ويطلعون الاندايركت اسسمنت. عن طريق هذا الشيء يسوون اندايركت اسسمنت، بس الجولد ستاندر اللي هو الرايت هارت كاثرايزيشن مثل ما قلنا.
سوي الدياجنوزز للبيشنت والامور تمام وهاي الامور عنده بالمانيرا هايبرتنشن. اول شغله تسوي اللي هي تسوي له تشالنج تيست يسموه فازو رياكتيفيتي تيستينج. هنا انت شو تسوي له؟ تعطيه نيتروك اوكسايد بنسبه 10 الى 20 يعني شيء تقريبا. هذا الشيء مرة ما تنطيه اياه تروح تفحص منه البرجر اللي موجود باللنج مالته المفروض شيء يصير به. المفروض انه اذا نزل اكثر من 10 ملي ميركوري 10 او اكثر طبعا وكان التوتال بالمونري هايبرتنشن اقل من 40 وما اثر لك على شنو يعني الليفل يعني سواء ديكريز للنيتريك اوكسايد او اللي موجود وين باللنج مالتك ذن الثري كرايتيريا اذا فولفيلد يعني مثلا يعني معناته انه هذا التزف يعني يكون رياكتيف. هذا شنو راح يفيدك قبل ما تشوف شنو راح يفيدك اذا نزل 10 او اكثر وبقى الضغط فوق ال 40 ما راح يفيدك لازم يكون جوا ال 40 زين. هذا شنو راح يفيدنا؟ يفيدنا انه هذا البيشنت اذا اعطيته كالسيوم شانل بلوكر فراح يسوي له فازو دايليشن راح يستفاد من عنده. ايش قد نسبتهم اللي يطلعون فازو رياكتيف تيستينج بوزيتيف؟ 1 من 20 نفر، 1 من كل 20 يعني من كل 100 عندك 5. فلهذا هم يسووا إذا ما طلع بوزيتيف راح تروح إلى غير أدوية، حيستنطون الأدوية على أساس شنو؟ فد اللي هو اللي نيويورك هارت أسوسيشن WHO فانكشنال كلاسيفيكيشن. شوفون الليمتنس اللي موجودة إذا كنان أو سلايت أو ماركت أو سيمتومز إيفن دورينج ريست، على أساس راح يحددون نوعية الدول اللي يطوه حسب الكوست طبعاً اللي عندك. هنا شنو اللي موضح لنا بالصورة اللي هو هنا راح أسولف أني؟ انه بشكل عام البيشنت اللي يجوك بالمونري هايبرتنشن الكليتهم تعطيهم فد دراجز معينه اوكي وبعدين يسوي لهم انديفيدجواليزيشن بالتريتمنت. شلون؟ كليتهم مثلا راح تعطيهم دايوريتكس عم تقلل البلد فوليوم على مود تمنع مثلا اذا تصير بالمونري اديما او شيء، تنطيهم اوكسجين، تنطيهم انتي كواجلانت على مود تمنع الثرول يعني الثرومبايمين انه تتكون نتيجه منه الاتريال فيبريليشن. سووا قولهم سووا اكسرسايز تو انهانس الكارديو بالمونري كاباسيتي اللي عندهم، تعطيهم فاكسينيشن على مود تمنع الانفكشن. لن يتخلون ببالكم تستعملوها للكل اوكي، بينما السكندري يعتبر اللي هو individualized اللي هو انت تحاول شو تسوي به انه تزيد الفازو دايليترز وتقلل الفازو كونستريكترز. منو تزيد يعني؟ تزيد انه البروستاساكلين اللي قلنا واحده من الفازو دايليترز تحاول تعوضه، تزيد الاندوجينس نيتريك اوكسايد وتقلل الاندوثيلين اللي هو فازو كونستريكتر. يعني تزيد اثنين فازو دايليتر وتسوي بلوك الواحد فازو كونستريكتر. هذول المن راح تنطيهم للبيشنت اللي يكونون كلاس 3 اور 4 بهذا النيويورك هارت اسوسيشن التقسيمة مالتهم. هنا الكومبينيشن ثيرابي از كروشال يعني تنطي اكثر من دول. شنو نذني الادويه اللي هن تستعمل لدول البيشنت قلنا يكونون انديفيدجوالايز؟ ممكن تستعملهم كالسيوم شانل بلوكر مثل ما سولفنا فوق بالفازو رياكتيفيتي تيستينج. ممكن تستعمل لهم البروستينايدز اللي هم منه هذول شيء يسوون سموث مصر ريلاكسيشن زين وانهبيت مثلا السموث سيل اجريجيشن وال زيادة مالتها اللي هو مثل الإيبوبروستينول. ممكن تستعمل البوزينتان اللي هو عبارة عن نون سيلكتيف اندوثيني ريسبتر بلوكر، أو عندكم الأمبريسينتان اللي هو عبارة عن سيلكتيف اندوثيني لأن احنا عندنا اندوثينين تايب 1 وتايب 2 ريسبتر، فتريد تسيب تايب 1 أو بس تايب 2 أو مدري شنو انت حسب اللي عجبك. ممكن تستعمل لهم سندينافيل اللي هن الفياجرا وهذه السوالف. ممكن تستعمل لهم الميلارونين اللي هو عبارة عن شنو؟ فوسفو دايستريز تايب 3 انهبيتر، بينما سندينافيل فوسفو دايستريز تايب 5 انهبيتر. ذني كليتهم دي يشتغلون على هاي الصورة اللي قلت لكم عليها بس اطلعوا عليها، دي نحاول نزيد الفازو دايليترز ونقلل الفازو كونستريكتر. ممكن تستعمل النايكران ديل اللي هو أخذناه وين جماعة الام اي اللي هو عبارة عن بوتاسيوم شانل اوبنر with nitrate properties اوكي. ممكن تستعمل الفاسو ديل اللي هو يمنع الفازو سبازم من انه يصير. ممكن يسوي لهم اتريال سبتستومي، او ممكن الحل النهائي لهم اذا مو كل شيء ما مفادهم اي شيء انه يسوي لهم اللنج
وهارت ترانسبلانتيشن. فذني الادويه حسب هم يا كلاس، وواضحه اللي هم جماعه اللنج تنطيهم، جماعه اللي عندهم مشكله بالهارت تنطيهم، وهكذا. بس كليتهم بشكل عام اكو برايمري دراجز لهم، ومن ثم سكندري يكونون individualized. فهاي كل المحاضرة، محاضرة بسيطة هي ومو كل الصعبة، أتمنى أنه افتهمتوها. شكرا جزيلا ومع السلامة.